البينية فيها خطورة لا تشكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وزادين أشتركوا فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فيفا 22. طبعا يا أخوان للتنويه يعني آخر فيفا لعبتها كانت فيفا 2015 يعني نحن اليوم نعلم لعب تعرفين. المهم بدون ما نطول أكثر لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلينا نشوف التشكيلة ونبدأ. طبعا يا شباب تشكيلتي تقريبا نادي تشيلسي والله هم شوفوا أرخص سعر بالسوق يعني أرخص شيء قدرت أجيبه والله كويسين يعني مش عطلين بس بدنا تحسينات يعني اتوقع لازم نغير هازارد مخرب الدنيا نفسي اجيب سون والله المهم بدون ما نطول اكثر خلينا نبلش حتى تشيلسي هذا رونالدينيو اوكي او والله دفاعه اشي فاخر حارس والله لوكاكو مزعج باللعبة هاي كثير كثير مزعج يا اخوان ما شاء الله مش من بدايتها تكفى اوكي نايس ليتس جو روح يا زياش يا عمري مرة نص ساعة كبستلاك الله هافرتس اوه يا عمي اخلط يا حبيبي اخلط لا ما خلطش يا عمري راح يزيد الحماس الله على البدايه هدف اول في المباراه شوت انا لازم اكبسته قبل 3 ايام عشان شوت اوكي يلا يلا كفاني يا عمري كفاني زياش تكفى يا زياش حرام يا زياش ضيعها والله حرام والله بقدم دفاع كثير والله قوال بالهبل لازم تيجي يا عمري يا زياش يا حظه يا اخوان حرام يا زلمة ايش فيه؟ انا بكبسته على فكرة من بعيد بس هو بيطول الشوط شكله بنج عالي هذا هاي رفع المفروض مش هيك كيف شوت يا عمري والله جول اخذته بالغلط انا ليتس جو اخ يا كفاني لو انها مرت ايش يا كفاني بيمشي من جنب الكره بتطلع عليها كفو يا مندي كفو يا عمري يا جورجينو روح لا قويها شوي حرام والله دخية شال الكور لقال بس يا عمري كفاني روح كمان واحدة اعطيها لا شوت مشان الله شوت جورجينو ايوه ليتس جو زياش كفو اوكي طب ايقافه شكله راح يطلع اخلط يا حبيبي اخلط يا رب ما يطلع لا يطلع والله ما عارف خليه يكمل جيم يا زلمه طلع اوه عنده هالاند يما فريقو ما عليكم يا اخوان عندي الموضوع يا اخوان يا عمري زياش روح في وضعيه الهجوم ترسل الكره الى وسط منطقه
اخ لو انك شطة برجلك ليش براسك؟ اخ ليش طلع هذا وكفاني ما طلع؟ هافرتز ليش يطلع وكفاني ما يطلع؟ انا مش فاهم، بعرفش في كبسة يعني بتخليني اطلع شخص ولا هو لحاله ولا كيف، ما بعرف. لا 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 اوكي ايوه لا امشي طلع كيف وقف، صار يمشي بطيء الخصم بخوف، انا طولت بالتسجيل بخاف، انا بحب اسجل بالدقائق الاولى. انطلاقه وبدايه فرصه تكفى. لا 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 اوكي روح يا كفاني، روح روح، نحن معك نحن معك يا كفاني نحن معك. لا ده مرر ان شاء الله 3 ايام عشان نمرر. يا عمري هاي ما تضيعش، هاي ما تضيعش يا زياش. ليتس جو ليتس جو يا حبيبي، اخلط لي اياه، اخلطه. يا عمري يا زياش كفو عليك. ايش يعني صفر ولا ايش؟ مش فاهم، انا فكرته صفر والله. بيتجاوز الدفاع، ينطلق يتقدم في تكفير دقر. لا حرام حرام، مش عارف انا ليش مدافعين طلع المدافعين فوق. اخ صفقت المي، مدافعين طلعوا مع لوكاكو فوق سحبهم معاه. اداء كان جيد ومقبول في، روح يا زار. لا تكفى، نبي يسري احد. اوكي 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 عشان فتجي كوم. ظبط شوية دخل مرتين زي الكفاني أسرع شوية. مين دخل؟ إريكسن بدل هافرتز. يلا بدل هافرتز يا والله والله حرام يا هافرتز يا بي، أوبن جول ضيع زي هيك. آخ توريس ما عملها. روح مارتينيز ليتس جو ليتس جو يا عمي، في الوقت الضائع في الوقت الضائع. يا عمي يا فنان يا مارتينيز يا اخوان، هاي تكتيكات مدرب، هاي تكتيكات مدرب يا زلمه. انا بدي اروح امسك بدل توخيل، بدي امسك تشيلسي، اصبر علي بس انت. اوكي بدي معك، تكفى تكفى خليني اكمل فرحه، تكفى تكفى خليني اكمل فرحه، تكفى 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 يا اخوان حرام والله حرام يا اخوان، خليني اكمل الفرحة. الله ياخذك يا زلمة، نسيك من اول ملعب لاخر ملعب، الله ياخذه. اخ والله حرام يا اخوان، ما لحقت افرح. اوكي شباب، هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم واللعبة عجبتكم. اذا بدكم ننزل كمان عن لعبة فيفا اكتبوا لي تحت في التعليقات، وبس هذا كان مقطعنا اليوم، مع السلامة.